إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. يا إبراهيم، إحنا لازم نروح نكشف النهاردة على بنت نابوسي، لأن شعرها بيقع جامد قوي وبيخف، وشكل وشها كمان، وشها شاحب مش زي صاحبتها كده مريم وروز. دول شعرهم ما شاء الله طويل وتقيل، ووشهم زي القمر. لا أنا خايفة لا تكون بنتنا عيانة وإحنا مش واخدين بالنا. يا ست ما تخافيش يا جيهان، بنتك ما عندهاش أي حاجة خالص، هي بس اللي أكلتها ضعيفة، وده السبب، هو ده السبب في تساقط شعرها ووقوعه يعني. ما تخافيش خالص يا حبيبتي. ما خافش ازاي بس، وانا شايفة كل يوم شعرها بيخف عن اللي قبله، وشها باين عليه التعب. لا انا مش مطمنة، انا هروح النهاردة معاها للدكتورة اللي في اخر شارعنا، وهي بقى اللي تقولي ايه سبب سقوط شعر بنتنا بوس، وتقولي كمان على العلاج وتطمني، عشان وشها ينور كده وشعرها يطول وتبقى زي القمر زي كل صاحبتها. ربنا يطمنك. تساقط الشعر. الحقيقة العلمية بتقول إن كل إنسان بيفقد حوالي من 50 لـ100 شعرة في اليوم الواحد، لكن مش بيلاحظ ده، لأن بيبقى فيه شعر جديد بينمو في نفس الوقت. لكن يبدأ الشخص يشتكي من تساقط الشعر لما ما يكونش فيه شعر جديد بينمو محل الشعر المتساقط. أشهر أسباب تساقط الشعر هو تساقط الشعر الوراثي اللي بنسميه الصلع عند الرجال، وده عادة بيحصل تدريجيا مع السن. وفي أسباب أخرى بتعمل تساقط في الشعر، زي التغيرات الهرمونية عند السيدات الحامل مثلا، أو الولادة، أو في سن انقطاع الدورة الشهرية، أو مشاكل الغدة الدرقية، أو كواحد من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، أو لأسباب نفسية زي التوتر الشديد أو الضغط العصبي الحاد. والضغط العصبي الحاد بصفة خاصة ممكن يعمل تساقط مفاجئ للشعر، لكن بيكون مؤقت وبيتحسن تدريجيا بعد زوال سبب هذا الاضطراب النفسي. وأحيانا تساقط الشعر بيكون بسبب بعض العلاجات والأدوية أو الزيوت اللي بتستخدم لفرد الشعر. الطبيب المتخصص هيقدر من خلال تحاليل الدم أو بعض الفحوصات البسيطة يكتشف سبب تساقط الشعر إيه ويعالجه. دمتم في أمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.